اللي هرب البضاعة من المستودع هو زلمة جلال اللي جوا. وكيف عرفت؟ كانوا متواعدين سوا. ومين هالمشرب؟ انت لازم تعرف مين اللي كان ناقص من فريقك قبل ساعة؟ تذكر مين؟ هذا الشخص بيكون المسرب. مين؟ مجد. مجد ما كان. ابن دورتي انت جاسوس معناتها. شو طلع واطي؟ مين بيعرف كيف قدر يشتري؟ استنى شوي، كمان أصلان وموسى ما كانوا موجودين. انت متأكد؟ ايه. وغيرهم؟ ما في حدا. لكن واحد من هدول عندك سجل جنائي لكل العناصر؟ عندي. حلو، خود لكن بعتون على التحليل. هدول الرصاصات قوصون علي، إذا طلعوا بيخصوا واحد من الثلاثة منكون عرفنا مين الجاسوس. اليوم منعرف النتيجة، أخيراً رح نقدر نعرفه لهالحقير. لك هرب البضاعة وسلموا إياها لجلال، البضاعة طارت وما استفدنا أي شيء وما قدرنا نكمش جلال وننهي القصة بسبب الجاسوس، وقال لك إننا خلصنا منه. مبارح وقت شافك قدام المستودع ارتعب وجمد بأرضه. شو عم بتقول يا حضرة المدير؟ هذا كان مبارح بالليل آخر يوم إله، بس فلتناه من بين إيدينا. التراجع ممنوع يا كرم، التراجع ممنوع. هالمرة قدر إنه يهرب منا، بس رح نكمشه. أنا متأكد إنه رح نقدر نكمشه، بس ما بعرف لأيمتى فيني استحمل هذا اللي اسمه جلال. هو خطف ولد عمره 3 سنين. تخيل إنه خطف ولد. دمر قلب أمي. ودمرني إلي. ودمر عيلتي كمان. وحتى حياتك إلك دمرها. قل لي يا حضرة المدير، نحن لأيمتى بنضل نستحمل جلال؟ اسمع يا بطل، يا نحن يا هو. منعرف إنه هالطريق ما فيها رجعة. تعرف أحيانا شو بفكر؟ روح لعند جلال وحط إيدي على رقبته وأخنه وأخلص منه وارتاح من ظلمه. ماشي يا كرم، روق شوي، أنت تعبت، ارتاح شوي، ارجع لوعيك. ما بعرف انت شو عم تعمل، بلشت تضيع. هذا العقل ما بيضيع، ما بيضيع. اذا بضرب راسي بالحيط مستحيل اني اضيع. ماشي يا كرم، يلا روح امشي هلا. يلا. لا تخاف، مو أنا اللي مجهزة الأكل، خليتهم يطلبوه من محل بابا. كرمالك بابا جلال بكل زمان ومكان. يلا تعال عود. هلأ مو وقته الأكل. أنا قلت لحالي بتكون جوعان. صاير معك شي؟ تعبان يا ملك.
بهيك وقت لما كنا صغار كنت أحكي قصة لسومر، قصة الوحش ومصباح علاء الدين السحري. كانت الحياة كتير حلوة. مين سومر؟ سومر؟ كل حياتي. سومر أخي. ما كنت بعرف إنه عندك أخ. وهو وينه هلأ؟ يا ريت بعرف. ملك، بدفع عمري كله للاقي. ليش؟ شو صار؟ اختفى بعمر 3 سنين. بعدين جابولنا قميصه وكان كله دم. يا بلا ما نحكي بهالمواضيع هلأ. قولي لي شو مصيرنا؟ ما بدي احكي بهالموضوع كرم، ما بدي اسمع شي عنه وما بدي افكر. ليش؟ لاني خايفه كتير. اللي عم نعمله خطير كتير وما لازم يعرف بابا جلال. وإلا رح نوقع بورطة. شو ممكن يصير؟ يلا قولي. هالموضوع ما في مسح منوب. أنا عم بحكي جد. حتى داود. شو بو داود؟ حاسة إنه شاكك فينا. نحن لازم ندير بالنا منه منيح. الحب ما بينعاش بالخوف يا ملك. انتي عطيتيني هالمعلومات وقد ما شكرتك قليل.
سيدي. اللي طلعت نتائج تحليل شي؟ لا، أكيد عنده سلاح تاني. مو مشكلة، عندي فكرة لنعرفه. اللي عم بسمعك. لازم تعرف فريقك واحد واحد وتقلن إنه جلال عنده حدا جوا موجود بيناتنا. يعني بدك تقله للجاسوس إنه في حدا جوا. فهمت عليك، أكيد هيك حيخاف. إيه بالضبط، رح يحاول يتهم حدا من الفريق، وأول واحد بيقلك إنه في حدا من الفريق هو الجاسوس بيكون المشتبه الأول، واللي عم يحكي عنه بيكون المشتبه الثاني. تمام، هيك رح أعمل. بكرة الصبح رح خبرون. تمام سيدي. رح أكشفك. تعال لعندي. ليكني اجيت سيدي. من وين بدنا نبلش يا مجد؟ كأنه في مشكلة سيدي؟ إيه في مشكلة كبيرة، بس بظن ما في مشكلة بتصعب عليكم يا حضرة المدير. بس هالمشكلة أكبر مني. جلال قدر يشتري واحد موجود بفريقنا، عم يشغله لصالحه. كيف سيدي؟ الكلام اللي عم تقوله خطير. مين بيكون عديم هالشرف؟ لهلا ما عرفت، بس رح لاقيه. أنا وأنت رح نحاول نكشفه مع بعض. اللي فهمته منك إنه في حدا محدد شاكك فيه أصلاً أو موسى. أكيد واحد منهم عم يشتغل مع جلال. العمى إذا صحي، معقول يكون موسى؟ اسمع، هلأ فتح عيونك التنتين. بدي منك تخبرني بأصغر تصرفاتهم المشكوك فيها. نحن لازم نكمشو مين ما كان يكون. ولا يهمك حضرة المدير، ما بوثق بحدا غيرك أصلاً. نحن لازم نلاقي زلمة جلال اللي بيناتنا، يا موسى يا مجد. ماشي حضرة المدير، ما في داعي إنك تخاف. الموضوع مهم كتير وما لازم حدا يعرف فيه غير أنا وإنت يا موسى. طمن، ما حدا رح يعرف. عنا مشتبهين، مجد أو أصلان. يعني بدي إياك تلاحقون خطوة خطوة. أنا بأمرك سيدي. Thank you.
صباح الخير. صباح النور. شايف حضرتي الفطور؟ ايه طبعا. شوي وبيجي. جيبي لي ملفات هدول الثلاثة. أمرك حضرة المدير. أنا جوعان كتير. يا سلام. شو صاير معك؟ قصة بالشغل ضايقتني شوي. شو هاد الشغل؟ في شركة لوجستية بابا جلال قرر إنه يسجلها باسمي. ايه أنا خايفة من ريم تعمل لي شي مشكلة. اسكوبار، شو رأيك نطلع ونروح ناكل فطاير؟ لقيت محل بيساوي فطاير طيبة. لا شكراً، مو جوعان. براحتك، عزمتك وما رح عيد العزيمة مرة تانية. يعطيكم العافية شباب. ولا قلك جاي معك. هذا شو بيعني؟ وشو هالتليفون؟ أنا لازم روح. ماشي، وأنا كمان عندي شغل. يلا باي. باي باي.
حضرة المدير؟ أنت اتصلت فيني قبل شوي؟ لا ما اتصلت. مين اللي كان؟ كرم، اللي وينك أنت هلأ؟ أكيد مالك اللي اتصلت فيك، اللي أنت حكيت شي؟ لا ما حكيت. شو كان رح يصير لو حكيت؟ أنت بتعرف، قلت لك من زمان بعد عن هي البنت يا كرم. أنا جوات كهف مظلم وجنب المكان الوحيد اللي فيه ضوء، بس هالشغلة خطيرة سيدي. فيك تقلي على شغلة واحدة مو خطيرة بهالحياة؟ برجع بتصل فيك سيدي. ألو ألو ألو، فوت. حضرة المدير، صار شي لازم تعرفه. احكي. لقيت هاد، لقيته بدرج مكتبه لموسى، رن وأنا رديت على المكالمة، بس ما حدا رد علي بنوب. ايه، دورت على مكان الرقم وطلع محل جلال بياع الكباب. معناها هذا انت يا موسى؟ قصدك موسى هو الشخص اللي جوا؟ حضرة المدير، هالشي ممكن. أول مرة بشوف هالتليفون، ولا مرة شفته مع موسى، والمكالمة اللي اجته من محل جلال بياع الكباب. شو لازم نعمل؟ شو نعمل؟ اسمع، رجعوا لمحله ماشي؟ حاضر، رح رجعوا. وينه موسى؟ هلأ طلع هو ومجد لبرا مشان يأكلوا. روح لعندهم هلأ، ولا هي لموسى، واستنى مني خبر. تحت أمرك سيدي، التليفون، رح رجعوا. أصلاً، آه يا أصلاً، آه. شو رأيك؟ هاي أطيب فطاير باكلها بحياتي، كتير طيبين. أنت ليش ما عم تاكل؟ شبعت دغري، قول أنت صحتين. اجوا حبايب قلبي، تعالوا لعندي، اشتقت لكم كتير يا أولادي. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. تسلم يا بابا. قال لي ابني طلع داود؟ ايه، هو راح فورا على المستودع. منيح منيح. جلال بياع الكباب، اهلين وسهلين فيك يا ابن كوستانتا. اهلين فيك. فينا نحكي؟ بس لحالنا؟ ايه اكيد بنحكي، حتى وقت تكون نايم الشباب ما بيتركوني، بيضلوا حوالي. ليك خليتهم يجهزوا الطاولة، تفضلوا عود. يسلموا جلال، بس ما راح طول، عندي شوية حكي راح أقولن وروح. قال لي استلمت البضاعة شي؟ استلمتها استلمتها. وانت امتى رح تدفع؟ اجيت من شان هالشغلة، ما رح ادفع لك. وليش؟ لانه نحن دفعنا. وحتى أنا ما عرفت كيف صارت هالشغلة يا ابن كوستانتا. رح يكون حق البضاعة دم عمر اللي قتلته يا جلال. هالشغلة مو منيحة يا ابن كوستانتا.
عمر حاول أنه يقتل أهم زلمة عندي، وكمان هو حاول يقتل بنتي الغالية. هلأ أنت من وين جبت لي قصة دي الدم لعمر؟ لا تكذب جلال، أنا بعرف أنه عمر ما حاول يقتل حدا، هي لعبة منك. أنت كنت بتعرف أنه رح يعمل معي الصفقة، شان هيك لقيت له حجة وقتلته. قلي لمين عم تحكي هالقصة؟ أبوه لهالشاب له مكانة بقلبي، وكنت أحترم أمه كتير. هذا الشاب كان أمانة عندي. اسمع يا تحسين، لازم تدفع المصاري مشان ما تنتزع علاقتنا. أنا حكيت الكلام اللي عندي يا جلال، هاي المصاري رح تنحسب دية دمه لعمر، هذا كل شيء. وإذا ما قبلت شو رح يصير يعني؟ وقت راسك هو الثمن. نزلوهن نزلوهن، وإلا رح فجركن كلكن. شو نحسبها دية دم؟ خلاص مثل ما بدك يا ابن كوستانتا، نزلو نزلو. الشحنة الجاية رح تكون أكبر وبتاخد أكتر من هيك. إيش وعلي؟ وهلأ رح أطلع من هون على المطار، أنا راجع على بيتي بكونستانتا. من هون لأصل على بيتي بكونستانتا، إذا بصير لي شي، أي شغلة ممكن تصير معي، رح تكون أنت المسؤول، وكل رفقاتي تقال رح يحاسبوك يا جلال. شو مفهوم؟ معناتها مفهوم. هلأ ما ضل حكي بيناتنا يا جلال. ميلاد اسمع، تحت أمرك يا بابا. شايف القداحة اللي بإيدي؟ هاد الزلمة ما راح يحترق غير بالقداحة، وبالوقت اللي بتكون النار عم تاكله راح أجهز اللحمة وأشويها على النار اللي عم تحرقه وأكلها. ميلاد أنت بتعرف شو بدك تعمل مشاني هلأ؟ قول بابا. روح لاقيلي غنمة وزنها منيح ودير بالك عليها مثل عيونك. رح اهتم فيها. وهي الغنمة لما تكبر وبتجيب خروف، تحسين ايشيك باليوم اللي رح يولد فيه الخروف، وقتها رح يكون آخر يوم بحياته. ايه سيدي، هلا وصلني العنوان ورايح على بيت اصلان دغري. عايش لحاله، ما بظن انه يصير مشكلة، وهلا هو بعيد عن البيت. كأنه المدير متوتر من القصص اللي صارت. اكيد رح يتوتر، شبك مو نحن فلتنا جلال من بين ايدينا. عم تحكي مزبوط،
صحة يا جماعة. حلو، صحتين على قلبك. قلت لحالي بيجي باكل معكم، شو ناقصني بالله؟ والله مو ناقصك شي، وهالعمر قصير لهيك كل شي بنفسك عمله. بابا، شو غرقت سفنك بالبحر الأسود؟ تعي لعندي يا بنتي. هذا كاتب العدل، إجا مشان إجراءاتنا الملكية الشركة مثل ما أمرت، ليكون جايين بوقت مو مناسب. منيح اللي جيتو. بعد إذنك جهز لي كل الأوراق. إي أمرك أستاذ. بابا أنت متأكد؟ بلا ما نعمل مشكلة مع ريم. ليك بشو لساتها عم تحكي؟ خلاص لا تفكري، بحل الموضوع إذا صارت أي مشكلة. أهلا وسهلا مدام. أهلين فيك ميلاد، الحمد لله على السلامة. تسلمي يا مدام. وينو صاحب هذا المحل؟ بالمكتب. روح خبره؟ لا ما في داعي، أنا رايحة. جوعانة شي مرتبي؟ بتحبي جهز لك شي؟ لا يسلموا، بعدين. أنا بأمرك، مثل ما بدك. وهي حطيت توقيعي. كثير منيح. خلصنا؟ ايه خلصنا. يلا مبروك عليك يا بنتي. وهلا يا بنتي صرتي صاحبة شركة كبيرة. شكرا كثير بابا. خير؟ شو عم تعملوا؟ ما في أي شيء مهم، شوية أشغال وأعمال وهيك قصص. الحمد لله على السلامة ملك حبيبي. يعني ملك صارت صاحبة الشركة. معناها هلا انت صرتي غنيه مو هيك؟ الفضل كله لبابا جلال. مبروك. عن جد هذا النجاح كتير كبير وانت بهالعمر. بابا خلينا نلغي هاي القصه الله يخليك. انت شوفي شغلك، يلا طلعوا من هون. ماشي. جلال ممكن تقلي هالقصة شو بتعني؟ يا ورتي أنا مو رايق أبداً اليوم. ماشي. بنتك اللي متبنية فوتها على المدارس وصارت محامية واشتريت لها بيت وسيارة واشتريت لها ودللتها كتير كمان. فهمت، بس فيك تشرح لي شو يعني تسجل الشركة باسمها؟ احكي لي. شو المشكلة يا روحي؟ في عندك ابن وعندك مرة، مو لازم تفكر فيهم على القليلة؟ قولي لي هلأ نحن شو ناقصنا؟ مو هيك القصة. هلأ طلعت من السجن يا جلال وحياتك دائما بتكون بخطر كبير. أنا خايفة يصير معنا شي شغلي. يعني حبيبتي
نحن شو اللي وصلنا لهون؟ كيف يعني؟ اسمعني حبيبي، بدي منك طلب واحد وهو أنه تفهمني. هاي الثروة اللي أنت جمعتها خلال كل هاي السنين، كيف بتستغني عنها وبتعطيها لبنت مو بنتك يا جلال؟ هاي بتكون ملك. ملك؟ ملك؟ فيك تقلي مين هاي ملك؟ هاي مجرد بنت فقيرة مرمية بالشارع لوقت أنت جبتها لعندك وربيتها. عم بسأل حالي عطول، ليش دائما ملك إلى معاملة خاصة؟ مين ما كانت؟ أنت يا ريت ما تتدخلي بشغلي. أكيد في شغلات أنا بعرفها وأنت ما بتعرفيها لحتى عم أعمل هيك شيء. شو اللي بتعرفه حضرتك؟ أنا كمان بدي أعرف. لا تتدخلي بشغلي، فهمتي؟ خليكي بحالك. إذا مو اليوم أكيد بكرة هي رح تلاقي واحد مثله وتتزوجه، ورح يكون في حدا غريب عم يستغل الثروة اللي لازم تكون لابني. لازم تفكر بالموضوع، فكر أي شرطي أنت يا أصلان؟ حضرة المدير، ما في داعي نشوف بيت موسى لأنه أصلان طلع هو الجاسوس. طبعاً مثل ما توقعنا. لقيت بطاقات الموبايلات والدولارات. أصلان وينه هلأ؟ الثلاثة سوا ناطرين مني تليفون. بشو عم تفكر؟ رح جيبهم لعندي على المكتب. انت حط الأدلة هنيك وأنا بخليهم ياخدوها. تمام سيدي، طمني شو بصير. مو معقول، مين بيعرف كيف قدرت تخدع هالشاب يا بياع الكباب؟ ايه استنوا يا شباب، لا تدفعوا لأنه أنا عازمكم. بيروح راتبك هيك، كل واحد يدفع عن حاله أحسن. ايه لا تخاف علي، مو مشكلة صحتين. شكرا، سابقكم لبرا. ايه حضرة المدير، وينكم انتو؟ هلأ بعد شوي جايين على المكتب. اللي شو بتأمر؟ تعالوا ناطركن. سيدي بدي أسألك سؤال، صار أي شيء جديد معكن؟ لهلا ما في شيء، لا تجوا لهون منحكي. أصلان؟ كأنه هالتليفون كركبك. الشباب من مسرح الجريمة سألوا كم سؤال بخصوص المستودع تبع مبارح. آه معك حق. اللي في أي أخبار عن البضاعة؟ لا، من وين بده يكون في أخبار؟ أخي للأسف السمكة الكبيرة قدرت تهرب من إيدينا. بالضبط. شو رأيكم نروح على المكتب؟ ليش لا؟ أنا عندي شغل بخلصه وبلحقكم فوراً. تمام.
خلينا نمشي. يلا. لحظة، رفيقكم نسي البطاقة تبعيته، تفضل. هالشاب بيضل مضيع. يسلموا إيديك يا أخي، عزبناك. رح أعطيه إياها وإرجع، يمكن يحتاجها. ماشي. يلا. طيب أنا بطريقي لهنيك. بيكون أحسن إذا منشوف بعض بابا. طيب شوفك. أنت الجاسوس اللي جوا. طلعت أنت يا مجد. اسمعني، أنا عم راقب تليفون أصلاً، اتصلت فيه ليجي على المكتب بس لسه ما أجا. فهمت عليك سيدي، بعت لي موقعه مشان ما يهرب. بعت لك يا، أنا طلعت، ما لازم نضيعه. حاضر. البنت الحقيرة. ألو؟ أهلين ريم. أنا اتصلت لأسألك سؤال. جلال يا ترى شو ممكن أنه يعمل إذا عرف حقيقة أنه بنته اللي متبنية والغالية على قلبه على علاقة مع شوفير عنده؟ أنت جنيتي شو هالحكي هاد؟ انتبهي على كلامك. لا تنكري، لا تحاولي أنك تنكري. اسمعي شو رح أقول. انت وكرم بالكواليس. خطر عبالي اسألك سؤال، ممكن تجاوبيني عليه؟ شو مشكلتك مع الشوفيرية؟ يعني شو هالذوق هاد؟ ليش الشوفيرية؟ ما عم بقدر استوعب هالشي. وبتذكر انه اللي قبله كان شوفير. انت بتعرفي منيح انه قصة الشركة ما لي علاقة فيها منوب. اها مزبوط، كلامك كله مزبوط. بفهم منك إنه الشاب كان عم يحلم بينه وبين حاله. ومع هيك أكيد هو رح يموت. للأسف. أنا متأكدة إنك بتعرفي كتير منيح كيف رح تكون نهايته لكرم. أنا ما عم بظلمه لهالشاب، بس مبارح شفتكم بعيني. ريم، أنا مالي خايفة منوب من تهديداتك. روحي قولي لبابا جلال واللي بده يساوي يساوي. إذا بدك تخبرني شي شغلة بتمنى تكون شغلة منيحة، لأنه أنا مو رايق اليوم. حليت قصة المسرب اللي جوا. حلو كتير. يوسف مفكر إنه رح يزلقني بالحكي، وقال إنه جلال عنده زلمة بيناتنا. زلمة خبيث.
يعني اللي بيتهم حدا بيكون هو الجاسوس. ولهيك حطيت قدامه أصلان وموسى. وهلأ لازم نتركهم يأكلوا بعضهم. طبعا رح يأكلوا بعض بابا. قريب من هون يا كرم، من هاي الجهة. بقصد انه أصلان رح ينتهي كشرطي. يعني هذا كل شيء؟ برأيك ما رح يصير في اي مشكلة بعدين؟ مستحيل يصير، لانه ما بيقدر يثبت اي شيء. لبسته كل القصة. بتمنى يكون شاف جلال مشانك مشهم مع بعض ونخلص منهم. ترميه أصلان، مو وقت بطولتك. القصة انتهت يا مجد، انتهت. إجا الوقت اللي رح يعرفوا فيه كل العالم حقيقتك. يبدو أنت اللي لازم تهدي حالك. يوسف هلأ عم يلاحق. إيه؟ يا بتموت هون وهلأ، يا أما رح يعتقلوك إذا طلعت. ما بظن رح يصير هيك، لأنه صورتك قبل شوي، سجلت كل كلامك مع جلال، صار بين إيدي دليل رح يعلق مشنقتك. أصلاً أنت هلأ حابب تموت على ما يبدو، مو حابب ينتهي الموضوع هيك، فهم؟ معلش خليه ينتهي هيك، أنا مستعد لكل شيء. يلا بسرعة شوف شو معه شغلات بتجيها بأخذهم كلهم. يلا بسرعة يا ابني. شفت شلون تخلصنا منه؟ شفت؟ هلأ صرنا بأمان. يلا نمشي. قتلوا؟ ولك شو هالحظ؟ انت انقذته لجلال، برافو عليك، وهي مكافأته لإلك. خلانا نخسر جلال وخسر حياته هو. اهدى شوي يا كرم. كيف بدي اهدى بعد ما شفت هالمنظر؟ عامل لك اهدى كرم.
موبايل أصلان مو هون. رح ألحقه. هالحقير أكيد قدر يخدع شرطي التاني من فريقي. يا خسارة يا خسارة. آه يا جلال أنت عم تجردنا واحد واحد من إنسانيتنا. لقيت الموبايل راميه بالزبالة واخذ معه بطاقة الذاكرة وما عاد عرفت من وين راح. تمام كرم، يلا روح انت جيب الفريق على مكان الجريمة. في كاميرات مراقبة بالمنطقة؟ هلأ دورت وما لقيت. جلال بيعرف لوين يجي وشو يعمل. يلا روح. رح روح. يلعن هالحظ. روح وجمع الجثث من ورا جلال وروح كل يوم وصل ابنه على المدرسة وحل مواضيع مرته. طبعا رح روح. الله يلعن هالعيشة. شكراً يا ابني. مو شايف تطلع قدامك. بدك تعمل هيك؟ ها؟ حقير؟ ها؟ شو عم يصير هون؟ شو دخلك؟ خليك بشغلك.
قالي لي شوف ليش عم تضربه هيك وشو بدك من هدول الاولاد بالضبط؟ مين هدول الاولاد؟ قالي هن بيقربوك شيء؟ لا ما بيقربنا يا عمو، هاد الزلمة عم يخلينا نشحد بالشوارع. عن جد؟ شو هالحكي اللي عم اسمعه؟ تعال ابني، شو اسمك انت؟ مجد. تشرفت بمعرفتك. وانا جلال. بنتي تعي لعندي. لا تخافي يا بنتي، ما رح اعمل لك شيء. شو اسمك؟ ملك. تعرفي انه اسم ملك كتير حلو يا بنتي، وانتي كمان مثل اسمك بنت كتير حلوة. اذا بتعرفي وين امك وابوكي خليني اخذك لعندن. عمو انا ما عندي عيلة. ما بيصير هذا الحكي، الكل عندن اب وام يا بنتي الحلوة. هن ماتوا. وانت كمان ما عندك عيلة تهتم فيك. انا كمان ما بعرف عيلتي بنوب. شو رأيك تيجي لعندي على البيت وتعيشي معي وتصيري بنتي؟ ولا ما بدك هالشي هاد؟ بدي بس عمو. بس شو؟ قوليلي لا تخافي. أنا ما رح روح أي مكان بدون مجد. أنتم متعلقين ببعضكم كتير ما؟ كتير، أنا وملك مثل الأخوة، مستحيل اتركها لحالها. لا تخافوا يا اولادي، رح تضلوا سوا وما رح فرقكم عن بعض ابدا. انتوا رح تضلوا معي من اليوم ورايح. قالي لشوف انت سمعان بشخص اسمه جلال بياع الكباب؟ طبعا. معقول مو سمعان؟ منيح، لكن اسمعني هلأ. هدول الأولاد اللي شايفون قدامك صار أولاد جلال بياع الكباب من هلأ ورايح. هذا الحكي بيعني إنك ما رح تقرب منهم ولا خطوة واحدة. أعطوني إيديكم يا حلوين. يا عمو ما رح أنسى اللي عملته معنا أبدا. ايه موسى خير؟ شو في؟ قوصوا عاصلان. العمر إلك. انت شو عم تحكي هلأ؟ شلون صار هيك؟ انا وياك كنا سوا قبل ساعتين. كلنا مصدومين باللي صار، ما توقعت هالشي يصير. شو اللي ما كنت بتوقعه؟ قلي موسى شو صار بالضبط؟ كيف تقوص عليه؟ قلي. قصدي اصلان طلع هو زلمة جلال اللي جوا، طلع بيشتغل لصالح جلال. حزير يا مجد مين قوصه؟ يا جلال يا أكيد حدا من رجاله الوسخين. شكلهم اختلفولن على شي قصة كانت رح تنكشف هوية أصلان، وأكيد قتلهم شان ما يفضحوا باللي بيعرفوا. تمام، جاي لعندكن. ما أغباني، وأنا من وين على أساس بعرف المكان؟ لا وبقول له اني جاي. الو موسى، انا قلت لك اني جاي مع اني ما بعرف المكان وعقلي ما عم يستوعب انا لوين روح. بعت لي العنوان فورا. عادي، كلنا هلا عقولنا ما عم بتجمع لك اخي، شي طبيعي. يلا رح ابعت لك العنوان.
شكرا لك. أوه يلا تعال لعندي. أهلين بابني جلالة الملك. كيفك يا مصطفى يا ابني الحلو البطل؟ هاي كرم، كيفك أنت يا ابني؟ الحمد لله. دائما الحمد لله. شو ما عندك غير هالكلمة تحكيها يا كرم؟ لا تخاف بابا جلال، آخر كلمة رح تسمعها مني هي الحمد لله. يلا نفوت. فوت يا بطلي. بابا جلال جوا؟ ايه جوا. بابا لازم نحكي بموضوع ضروري. خير يا بنتي، شو صاير معك؟ روح أكلك جاهز بالمطبخ وغسل إيديك ووشك بسرعة. انتشر خبر على مواقع الإنترنت والخبر عن قصية، أنت لسه متذكره مو هيك؟ ومين بيكون هذا قصي بنتي؟ نحن كم قصي نعرف يعني بابا؟ اللي أنقذني من بين إيديه. شو عم تقولي؟ أنا اليوم شفت صورته بخبر بيتعلق بعصابات الأولاد. بنتي أنت اهدي وروي شوي بالأول. بابا لازم نلاقي اللي نشر الخبر، على فكرة كمان هو مخبي اسمه. انت تعالي معي شوي مشان نكمل حكي بالمكتب. احكي فورا مع تيمور اللي بيفهم بالانترنت. بابا جلال انا رح احكي لتيمور. ايه احكي معه. تعالي معي يا بنتي. الو ميلاد، بعت تيمور على بيت بابا جلال بسرعة. على فكرة كانت رح توصل اللقمة للتم. نحن لقينا سلاح تاني مع أصلان، المدير قال نبعته على التحليل الجنائي. شو هالسلاح اللي لقيته؟ عنده سلاح غير السلاح اللي مسلمينه يا الشرطة. منيح كتير. قصدي الموت شغلة طبيعية بالشرطة، ما أنا قصة كبيرة. المهم كيف تعيش؟ بدك تعرف تعيش؟ وشو هدفك من هاي الحياة؟ مشان هيك اسألوا حالكن وبعدين اختاروا طريقكن على هذا الأساس يا شباب. يلا خدوه. سيد كرم؟ سيد؟ تعال يا صاحبي. ليك بابا شوف، لهلأ كل ما بشوف صورته بحس حالي توترت. معقول ملك خايفة وكأنه هذا الزلمة واقف قدامك؟
أنا بس بعرف شو اللي مرقت فيه. بعرف هذا الحكي، بس أنتي جنبك جلال دومان العظيم اللي رباكي مثل بنته الحقيقية، وما حدا رح يسترجي يلمس شعره منك. لا تنسي هالشي. أنا مالي نسياني شي، وهي هي المشكلة. تعال بسرعة لعندي يا تيمور، شوف هاد فورا وحاول تعرف لي مين هو الشخص اللي نشر الخبر. يلا رح شوف يا بابا. ممكن تتركنا لحالنا يا كرام؟ في خبر على الانترنت خلى جلال يخاف كتير. برأيي نعرف شو قصة هالخبر ومين ناشره كمان. شو نوع الخبر؟ له علاقة بعصابات الأولاد. هلأ رح أبعث لك الرابط. شكله الموضوع ما له علاقة بجلال بشكل مباشر. برأيي في شي، الزلمة مزعوج كتير. هلأ بشوفه، منحكي إذا صار معنا شي جديد. ما فينا نعرف مين اللي ناشر الخبر. تيمور، بدنا طريقة لنعرفه. في طريقة، فينا نعرف مين اللي ناشره عن طريق الشرطة. هذا اللي طلع معك؟ ما في غير هالحل بابا. يلا روح من وشي. ممكن تتركينا شوي لحالنا؟ لا مو ممكن، لأنه اللي بيعنيك بيعنيني أنا كمان جلال. معقول يعني يكون لساته عايش ونحن ما بنعرف؟ ما بظن، دورنا عليه ولو انه عايش كنا لقيناه بوقتها. ماشي، بس ليش لينشروا عنه خبر هيك فجأة؟ مين بيعرف؟ يمكن كان متخبي ويمكن لساته عايش. برافو عليك يا قصي، نجحت بمهمتك، صار كل شيء مثل ما بدي تماما. هدول الأولاد صاروا معي من هون ورايح. طيب مثل ما بدك يا بابا، أنا تحت أمرك دائما. هلأ بتأمرني بشي تاني؟ بدي منك خدمة صغيرة، وهي إنك تروح من هون وتعيش حياتك. السيارة هديك إلك، وهي هدية مني. طول عمرك كريم معي. يسلموا يا بابا. وأنا حطيت لك جواتها مصاري. عم تغمرني بلطفك يا بابا، عن جد خجلتني. تعبتك معي يا قصي. هلا فيك تروح وترتاح شوي، يعني فيك تروح على ضيعتك أو تروح على شي مزرعة بالجنوب مشان تنبسط وتريح راسك بعد هالمهمة الصعبة. يعني فيك تساوي اللي بدك إياه يا قصي، المهم ترتاح مشان المهمات الجاية. تسلم يا بابا. شبك كأنه ما بدك تروح يا قصي؟ اللي شبك؟ تمام بابا، مالك فهمنا ليش انت أخذتها، بس ليش أخذت هذاك الولد الغبي؟ ليكون قصدك مجد. ايه، عندك شي خطة أنا ما بعرفها؟ لا ما عندي خطة يا قصي. البنت هي اللي كان بدها وانت سمعتها، والولد ما بدي زعله. هالصبي بيحب المشاكل يا بابا، وكتير كمان. يمكن زدت العيار عليه وقت كنت أضربه، وشكلي ضربته ضربي أزيته. تصرفاته غريبة، ما بيفهم بالحكي أبدا. يلا روح شوف شغلك وتركلي هذا الموضوع إلي.
هاي منيح لكان. بدكن شي؟ يلا باي. أتمنى أنك تتوفى برحلتك يا قصي. إذا كان هذا الزلمة عايش يا بنتي، فأنا بأكد لك إنه راح أسبه على كل شيء عمله معك وقت كنتي صغيرة. ما حدا عاملني بالطريقة اللي هو عاملني فيها بابا. لا حدا تفكري بهذا الموضوع يا بنتي. اسمعي، أنت انسي موضوعه وأنا راح أتصرف، بس بالأول يا بنتي بدنا نلاقي اللي نشر هذا الخبر. معناتها أخذت ملك من اللي اسمه قصي. إيه. بالأول هي كانت بنت شوارع مسكينة. لا تبلشي مرة تانية، الوقت مو مناسب هلأ. جلال، هالحادثة ما رح تسبب لك مشكلة صح؟ خلص ريم. أنت بتهتم بملك زيادة وبتعمل كل شي بتقلك يا. يا ريت تحب ابنك الحقيقي مثل ما بتحبه. اسمع يا ريم، أنا متضايق، لا تزيديها علي كمان. يعني قولي لي لشوف امتى شفتيني عم فرق بالتعامل بين اولادي. هذا هو موضوعنا. عندك ابن حقيقي واحد، وهذا الابن اسمه مصطفى، اما الباقيين عباره عن ناس بيشتغلوا عندك. تفضلوا. إيه أخي؟ لا ما في مشكلة، ما في داعي تخاف أبداً. ماشي، منلتقي ومنحكي. رح أعمل شغلة صغيرة هلأ وبيجي لعندك فوراً بعد ما خلصها. طيب ماشي أخي. خالتي أنا رح أجمع الأغراض وبيجي فوراً. ماشي؟ طيب روح. فاضل،
يلا قلي صرت جوا؟ شو قصدك؟ لا ولا شيء. كيف أمي؟ منيحة كتير. حلو. ليك اسمعني منيح، ما رح تزعلها وبتهتم فيها منيح وما رح تتعبها، يعني أنت رح تكون إيدي وعيوني اللي جوا، لازم أعرف كل شيء، فهمت علي؟ ماشي أخي، بس أنت هلأ عم تقلي أنه ما تزعل أمي. طيب ماشي، ما زعلتها ولا رح زعلها. أنت مالك شايف حالك كيف عم تزعلها يا أخي؟ ليش شو صار؟ ليش شو لسه بده يصير؟ أنت مبارح مريت من قدام المحل بالسيارة، وقتها شافتك خالتي فتون زعلت كتير ونزلت صورتك وأنت شرطي عن الحيط. اسمعني أخي، أمك مثل الملك، فيك تفهمني ليش عم تزعلها؟ لك أمك ما في بطيبة قلبها. برافو عليك، برافو، بدك تضلك عم تهتم فيها بهالطريقة، كتير مبسوط منك، برافو. وانت ما عاد تزعل مرة تانية ايه؟ طيب انا ما عاد زعلها. طيب اتركني يا اخي. وهلأ صار دور الخطوة التانية، جاهز ولا لا؟ جاهز اخي، اللي شو بدك ولعيونك. ما توقعت يعمل هيك. الواحد ما في يزعل عليه. على فكرة كنا رفقات من زمان وبحياتي ما شكيت فيه. ما حدا خطر له هالشي. عن جد يا خسارة. مجد، أمانة لا تواخذني أخي، أنا عاملتك بشكل مو منيح بسبب أصلان. عادي موسى، مو مشكلة. شباب، رفيقكم كان ضحية لكتير شغلات، وكل هذا لأنه فات بشغل ما بيليق بالشرطة، وهالشي ممكن يصير معنا كلنا. اللي قدر يستغل رفيقكم رح يحاول يقرب منكم ليستغلكم. لهالسبب انسوا كل شي، بس لا تنسوا انكم شرطة ومهمتكم حماية الناس. مفهوم هالحكي؟ ايه نعم مفهوم سيدي. بعرفكن على زميلكن سليم. مجد، انت رئيس الفريق من هون ورايح. موسى، انت بالفريق. سليم، انت بالفريق. حاضر سيدي. اسمعوا، هذا فريق جديد عنده مهمة واحدة، جلال دومان. يعني فريقك ما عنده شغل تاني غير هالمهمة هي. بدكن تناموا على اسم جلال وتفيقوا على جلال. شو مفهوم؟ مفهوم حضرة المدير. مفهوم سيدي. على شغلكم. أهلا وسهلا. مرحبا أخي، كيفك؟ أهلين. مرحبا. مرحبا. أهلين فيك. مرحبا. مرحبا. أهلين. مرحبا. شباب تعوا، تعوا شوفوا هالخبر. شفت الخبر اللي انتشر اليوم؟ شفته. بدي منك تعرف لي مين اللي نشر هذا الخبر، وإلا بس انت اللي راح تروح فيها يا ابني. ممكن يكون في شي شغلة بالموضوع بتخصك أو بتخصني. طيب بس كيف بدي لاقي؟ انت أدرى يا مجد، انت شرطي، لهيك استخدم صلاحياتك وساوي شي وحل الموضوع وخلصني. قصي، برأيك عايش بابا؟ لا ما بظن. بصراحة في شي تاني مخوفني يا ابني، انه يكون في حدا تاني بيعرف شي شغلة. ما فهمت.
قصدي يا مجد إذا حدا عرف إنه أنا أخذتك من اللي اسمه قصي أنت رح تنتهي. يعني ممكن يكون في حدا بيعرف في هيك احتمال؟ يا ابني أنت لاقي اللي ناشر الخبر لنعرف وقتها شو بدنا نعمل، وبس نعرفه أنا وقتها رح أخرب الدنيا فوق راسه. طيب فهميني يا أحلام شو اللي عم تحاولي تعمليه. شباب لو سمحتوا تركونا لحالنا شوي، يلا بسرعة 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 يلا. شو عم يصير؟ هي واحدة من حركاتك الجديدة؟ أحلام ممكن تقولي لي من مين أخذت الخبر بخصوص عصابة خطف الأولاد؟ مين اللي عم يسأل؟ مجد الشرطي ولا مجد الطفل اللي تربى بالشوارع؟ اتنين بصراحة. شو هالسؤال؟ أحلام ليكي نشرتي الخبر من مصدر سري مو هيك؟ يعني واضح إنه في حدا عم يستغلك. طيب بلكي ما صار مثل ما بدنا يا أحلام. يعني شو بده يصير؟ أنا خفيت هويتي وما حدا رح يلاقيني. ولا نفترض إنه نلاقوكي، عم نقول فرضا. مين اللي بده يلاقيني؟ اللي سمعت شي وعم تحاول تحذرني منه؟ أساساً إذا في هيك شي بكون على الطريق الصح. أنت المفروض تنتبهي، ويمكن تكوني صرتي وسيلة لحدا بدون ما تعرفي، صح؟ لا تفوتي بشغلات ما أنا معروفة نهايتها. شو عم يصير؟ رح توقع على راسي مصيبة؟ قول إذا هيك قصدك. ممكن يصير هيك. إذا صار معي شي مصيبة فأنت موجود. مو أنت شرطي؟ مهمتك تحمي صحفية إذا حدا أذاها صح؟ وأنا هون منشان هيك عم أشرح الموضوع وما عم تفهمي. شكل المصيبة جاي على الطريق. مو هاد الزلمة كان مهم بالنسبة إلك؟ شو صار هلأ؟ ليش عم تحاول تغطي على هاد الخبر مجد؟ دخيلك يا حضرة المدير. حبيبي أصلاً ابني، أنا متأكدة إنه ما بيعمل هيك خيانة أبداً. بس قلي كيف صار هيك؟ العمر إلك يا مدام، صار اللي صار ونحن تأخرنا لعرفنا. لا تزعلي، لا تقهري حالك أكثر. يلا تفضلي تعالي. أمه لأصلان حالتها صعبة كتير، زعلانة على موت ابنها وهذا حقها. وبيجوز زعلانة على خيانة ابنها. يمكن وين كنت يا ابني؟ صار لك ساعتين رايح. آسف تأخرت، حقك علي. ليك إذا بدك تتكاسل بدي أزعل منك. وين الصحون؟ رجعت كسرتهم؟ لا خالتي، هالمرة ما كسرتهم. طيب قلي لكن ليش الصحون مو معك؟ ابنك كرم وقفني بالطريق. ايه؟ سألني أسئلة كتير غريبة، قال لي مين أنت وشو قصتك بالضبط، وصار يعصب علي وقال لي شو عم تعمل عند أمي، ليش عم تشتغل عندها؟ وهو شو دخله؟ ايه صح؟ بصراحة خفت لهيك تأخرت وتركت كل شيء وإجيت. تركوا حسابه عندي. كيف صرتي؟ كنتي متضايقة شوي الصبح. ماشي الحال كرم، لازم ننتبه أكتر، لازم أضل رايح جاي لعندي. شو كان صاير معك؟ شو اللي مضايقك لهالدرجة؟ انشغل بالي عليكي.
بعدين منحكي بهالموضوع. ماشي مثل ما بدك. انتبه طمني صار لك شي؟ أنا منيح بس الموبايل يمكن صار له شي. يلا رح غسل وإجي. تمام. كرم عم يدق موبايلك. كرم انت بتعرف شو عملت؟ ما عم تحكي لأنه ما عندك شي تقوله لأمك مو؟ كرم يلا رد علي. الو 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 كرم مو فاضي هلا. ومين بتكوني انت؟ انا رفيقته مدام. خليه يتصل فيني فورا. وانت ما رح تخاف بعد هلا ماشي؟ يعني اللي شو بيقدر يعمل كرم بوجودي؟ تمام يا خالتي، إذا هيك عم تقولي ما عاد رح خاف. بس في شغلة لازم قلك عليها، أنا كمان كان فيني أعصب عليه بس أنا ما كان بدي يصير مشكلة بيناتنا مشان هيك سكتت. برافو عليك، عملت منيح. لكن أنا رح روح وجيب كل الصحون وأرجع فورا. تمام يلا روح. عن جد أنا غبي كتير بس هاد كله بسببك، لأنه بس شوفك بتلبك. هالموبايل مو إلي؟ مبلا، اتصلت حبيبتك ورديت عليها. عن جد؟ يعني فينا نقول انكمشنا؟ وبالجرم المشهود. يا الله. مسجل أمك باسم حبيبتي؟ لكن شو مسجلني أنا؟ اتصلي وشوفي. لك مين بده يكون اجانا هلا؟ يمكن تكون سوزان، طلبت منها ملفات من المكتب. تمام انا رايح. يلا منحكي. مرحبا أنسة ملا. أهلا وسهلا سوزان. أهلا فيكي، ممكن فوت؟ تفضلي. تمام. شو لقيته؟ مين اللي نشر الخبر؟ لسه ما قدرت لاقي. ليش؟ مستحيل لاقي بابا، ضروري كتير أعرف رقم الآي بي لحتى أعرف مين هو، وما بقدر أعمل هالشي بدون علم يوسف. هذا الكلام ما بقبله منك. اللي بفهمه إنه بدك تعمل جهدك وتلاقي لي إياه، ونحن رح نتصرف معه على طريقتنا. رح لاقي حل وبخبرك فيه عن قريب، بس اللي بدي اياك تعرفه انه القصه مو سهله. اذا حطيته براسك اكيد رح تعرفه. ليش في شيء قصه صعبت عليك من قبل؟ مزبوط، وحتى بقتل الرجال اللي ما لهم ذنب. شفت امه لاصلان مع يوسف اليوم وكانت المسكينه عم تبكي. ابني مو أنت اللي قتلته؟ أنا اللي قتلته شو نسيت؟ يا ريت بقدر صدق هالحكي. ابني مجد، نحن في عنا مشاكل تانية هلأ. واحد من هالكلاب مسك علينا شغلة خطيرة، أهم شي بهالوقت إنه نعرف مين هو.
ولا يهمك. تمام. يلا شوف شغلك. وصل تقرير التحليل الجنائي للسلاح الثاني اللي كان مع أصلان، هو نفس السلاح اللي قوص عليك. السلاح اللي قوص علي منه وقت الحق جلال؟ بالضبط، يعني طلع أصلان هو زلمة جلال اللي جوا. نهى حاله مشان المصاري، ما عم استوعب كيف عمل هيك؟ قدرت تلاقي شيء بتعلق بالخبر؟ ايه لقيت، بس شغلة غريبة شوي. قلت غريبة؟ ليش شو في شيء مو غريب بهالشغل؟ عن جد مفكرني رح استغرب؟ أحلام. كيف يعني؟ أحلام اللي نشرته؟ مثل ما سمعت. أنت أكيد عم تمزح. مبين علي عم امزح شيء؟ بدك تحكي معها فوراً. إذا انكشفت هويتها لأحلام رح توقع بمصيبة كبيرة. العمى، كلامك صح. قلت إنه جلال له إيد بالقصة، وعصب لما شاف الخبر. وإذا اكتشف إنه أحلام هي اللي ناشرته فهالشي رح يكون خطر عليك. ما عم أفهم كيف بتفكر هاي البنت، ما بتحسب حساب شو ممكن يصير؟ وغير هيك من وين جابت الخبر؟ هاي صحفية مبتدئة. في فكرة خطرت ببالي، عم أقول لحالي معقول حدا قايل لها تعمل هيك؟ طيب أنا لازم أروح وأحكي مع أحلام فورا، بشوفك. وينك يا أحلام؟ لازم نحكي ضروري. هلأ أنا رايحة على المطعم، بدي شوف خالتي فتون. خير قلي شو في؟ وقف، شو عم تعمل؟ لك اترك. ألو، اترك سنتايتي. أحلام، لك اتركني، بعد عني. بعد. أحلام، شو القصة؟ فيك تضلي تعيطي هيك يا بنت إذا قتلتك هلأ؟ أنت نشرتي خبر كتير خطير. اسمعيني، إذا المرة الجاية بتنشري هيك خبر صدقيني رح أقتلك. أنا كنت رايح على المطعم، شو صاير معك؟ في واحد هجم علي. طيب من أي جهة راح؟ راح فلوني. استنيني. ها مجد، لا تروح، لا تتركني. تمام، خلص لا تخافي، أنا معك. لو تعرف قديش خفت السكين على رقبتي وهددني. طب مين هو وشو كان بده منك؟ معقول حرامي يعني؟ إيه؟ لا، هو هددني مشان الخبر يلي نشرته. قلت لك يا أحلام إنه رح يلاحقوك مشان الخبر. ليكي، إذا رجع صار شي بخصوص هذا الخبر تجي لعندي أنا، تمام؟ وسكري موقع الإنترنت حاليا. خلص اهدي هلأ. وصلني على المطعم مجد. تعالي هاتي ايدك. اي كرم. احلام شو صار معك؟ انت منيحه؟ تمام، لا تخاف انا منيحه هلا، بس في واحد تهجم علي. اجا ساعدني شاب من شباب الحاره. انا منيحه هلا. تهجم عليكي؟ وينك انت هلا؟ رح أوصل على المطعم، تعال لهونيك. تمام، يلا جاي فورا. تعالي اقعدي هون.
فوت جيب لك مي. ها أخي لو سمحت أعطيني كاسة مي. كيف صرتي؟ أحسن هلأ؟ تفضلي. يسلموا فاضل. أنت منيحة؟ الخالة فتون مو هون؟ هي راحت على السوق شوي وبتجي. تمام ارجع على شغلك. بما أنه هلأ صرت منيحة فأنا صار لازم روح. ماشي. مجد. أيوة. شكرا على اللي عملته. الحمد لله أنك كنت موجود. وشكرا على وقفتك معي. هاد واجبي. أنا قريب منك وجاي لعندك استناني. تمام. ولا حدا لازم يعرف بالقصة مثل ما اتفقنا. مش الحال، عملت اللي علي. خافت مني هالصحفية ما هيك؟ ايه خود. اذا بدك بطلع بوشها مرة تانية بخوفها، بس المرة الجاية رح تكون على حسابنا يا اخي. ما عاد في داعي، بكفي هيك. بأمرك. انت من وين طلعت؟ انت شو هاد اللي عم تعمله؟ ولك شو عم تساوي؟ فهمك. فهمني؟ اسمعني يا كرم اسمعني. شو بدي اسمع؟ واضح كثير ليش ما كنا نتفاهم كلية الشرطة، لأنك كثير مصدق حالك. شو صار يا حضرة المافيا؟ مو قادران تقوس؟ ها؟ ها؟
ما رح خليكم تتخانقوا مرة تانية. واسمعوا هالكلمتين، إذا تخانقوا الأخوة ما حدا منهم بيفوز. ابن دورتي رجعت صدقت حالك. شو عم تعملوا انتوا الاثنين؟ يلا تعالوا لعندي. انتوا ما بتخجلوا على حالكم تتخانقوا؟ وانت ليش بترد عليه يا ابني؟ مو انتوا رفقات من الاكاديمية؟ ليش عم تتخانقوا؟ شو السبب اللي اختلفتوا عليه؟ يلا احكوا، ليش بلعتوا لسانكن؟ انتوا بتحطوا حالكن بمواقف كتير صعبة، بلكي صاركن شي. كرم كبر عقلك، سمعت شو قلت؟ مجد ما بدي شوفك بهالحالة مرة تانية. خلصنا، شو هالمسخرة؟ أعطيني الظرف. هذا تحسين إيشك شغلته فاضية يا بابا؟ إيه يا ابني شغلته فاضية. هو ما بيعرفك يا بابا، أكيد ما بيعرف إنه رح يجي اليوم يلي رح نحاسبه فيه. هو بيعرفني كتير منيح، وعم يقول لحاله إنه أنا بكون تحسين إيشيك وما حدا بيقدر يحط راسه براسي. لازم تفهم الشغلة منيح يا ابني، إنه كل شيء بوقته حلو. أكيد أنت أدرى بكل هالشغلات يا بابا، والأيام جاية ومستحيل ينفض بعملته. خير بابا، زتوه من السيارة قدام الباب وبعدين كملوا طريقهم. جواته في سيدي.
ابني ميلاد بعت لي هذا الصبي خبير الكمبيوتر اللي بيشتغل عنا. أنا بأمرك يا بابا. مشي الحال بابا، الفيديو صار جاهز. ماشي، طلع. ومين هاد كمان؟ عم تسأل حالك مين هاد هلأ ما؟ رح قلك لو سمحت. اسمي طالب، بتعرفه لقصي. أنا إيده اليمين، كنا نشتغل مع بعض قبل ما يموت. أكيد بتكون شفت الخبر اللي عنيت، أنا نشرته ورح قلك ليش نشرته. يلا خلصني وحاجتك لف ودوران وحكي اللي عندك. بعرف سر بيعرفه قصي يا جلال، كان في طفلة أخذتها منه. فهمت هلأ شو القصة؟ كيف صار وتسرى هالسر كيف؟ اسمع، عم يرن تليفونك يا بياع الكباب، شو رأيك ترد ونحكي صوت مو أحسن؟ في حدا عم يتصل فيك، قال بتعرفه. أنا عم اسمعك يا طالب، يلا قلي شو اللي بدك إياه. بدي الصحة والسلامة، عندي ابن كتير مريض وأنا محتاج مصاري لعالجه. طيب قلي وقديش بدك؟ انت اللي راح تقول. برأيك قديش قيمة هالسر؟ يا بياع الكباب، اذا كانت الشغلة اللي بتهمك هي المصاري، فيك تفهمني ليش لحتى تنشر الخبر؟ كنت عم قول بيني وبين حالي، خليني حرك الجو شوي مشان ما يصير معي مثل ما صار بقصي من قبل. مزبوط كلامي؟ انت هلأ بالوضع يلي انا بدي اياه. اسمعني يا طالب واعطيني من الاخر، احكي لي شو بدك اياه مني. انا قلت لك انت قدر حدد شو المبلغ. اذا عرفوا اللي بعرفه اكيد بتقوم القيامه. لا تفكر القصه لعبه. اخي طالب اسمعني منيح، نحن لازم نلتقي ونتفاهم مع بعض، وانا متاكد انه رح نتفق. ما في هيك شيء، اتفاقياتك من طرف واحد، وهلأ رح يصير اللي بقوله. رح اتصل فيك. ماشي؟ شو لازم نعمل هلأ؟ صدمناه بالخبر وحاليا رح نتركه يفكر وبعدين منحكي بالمصاري. بعرف جلال خطير وإني عم اتنافس مع ذئب، بس مجبور مشان عملية ابني. بابا في شي؟ أنا روحي فداك، اللي في شي مشكلة؟ لا ما في شي. معناها أعدائك لازم يبلشوا يخافوا منك يا بابا. ما خلت إيمي تحس عليكي؟ لا. سمعت أنك تخانقت مع مجد بسببك أنتي. شو صار معك الصبح؟ انسى.
في واحد أزعر قطع علي الطريق وتهجم علي. أحلام، لا تكذبي علي. أنا نشرت على الإنترنت خبر مهم بخص عصابات الأطفال وهالقصص. عرفوا أنه أنا اللي نشرته، قام بعتوا لي واحد مشان يهددني بجيت مجد. بهالأمور ما في مزح يا أحلام، أكبر مني ومنك، منروح فيها الكل بيتأثر. بعرف، مشان هيك كنت خايفة وما فهمت كيف هنن قدروا يلاقوني. بيلاقوكي بيلاقوكي، بيقدروا يسحبوا الإبرة من كومة القش وما حدا بيحس ولا بيفهم شو اللي صار. انتي منين جبتي هالمعلومة؟ في واحد ما بعرفه بعت لي اياها بالإيميل. هاتي موبايلك بدي شوف. هاتي. لك هدول عم يكذبوا عليك يا بنت، لا تنشري اخبار مثل هيك. ماشي فهمت. ومن هاللحظة ما عاد تشوفي مجد، ما رح يقرب منك وحتى حارتك ما رح يمر منها. فهمتي علي؟ عرفت إيميل المصدر السري؟ بعت لي إياه، منقدر نعرف من وين بعت. يلا رح أبعته. شو صاير معك؟ ليش هيك وشك؟ مع الشرطة بيصير هيك شغلات. انت منيح؟ منيح، لا تخافي. شو صار؟ قلت صعب نلاقي نشر الخبر. ايه طبعا صعب هالشي. لاقي مجد مين ما كان يكون، يمكن يكون قصي عايش واللي نشر الخبر بيوصلنا لعنده. معقول يكون قصي لساته عايش؟ ممكن، بس بابا جلال عم يقول العكس. بتعرفي؟ بابا معه حق باللي حكى. مزبوط، بس أنا لسه عندي شك. كل شي ممكن. بتعرفي إذا كان عايش رح خليه يندم على الحليب اللي رضعه من أمه لما كان ولد صغير. بعدين في شغلات بدي أسأله عنها. عن شو بدك تسأله؟ يمكن يكون عندي عيلة، يعني عندي أم وأب، وبجوز يكون عندي أخ. أنت برأيك قصي ممكن يكون بيعرف شي عن ماضيك؟ أنا بتمنى هالشي. إذا كان بيعرف وخبرني فصدقيني مستحيل إني ألمس شعرة منه. وبيجوز انسى كل تعذيبه لإلي وكل الضرب اللي ضربني اياه، ورح انسى الدم اللي طلع من تمي بسببه. اذا طلع هيك عن جد، اذا طلع عندك عيلة فلازم تدور عليهم. بس بتعرفي ما كان بيخطر ببالي اني رح فكر بهالموضوع. ليش؟ يعني
يمكن يكون عندي فرصة لأرجع أقول أمي. طبعاً بس أنا ما عندي هيك فرصة. تعرف أني كنت مبسوطة كتير؟ بعرف. بتذكر حالي عم بلعب بالجنينة، كنت بالمرجوحة، بس بعد هيك سمعت صوت سلاح، طلعت وراي، لقيت أمي وأبي على الأرض وكانوا كلهم دم. أنا آسف، ما كان قصدي ذكرك. لازم نلاقي قصي، خلينا نحاسبه على الماضي كله. أكيد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك مدام. كيف حاسس؟ أول مرة بيصير عندك سجل بالشرطة بعد سنين، شو شعورك؟ ما بينوصف بس بينعش. برأيي راحت أيامك، هيك أنا شايفة، بس يمكن غلطاني. علامتك المميزة صارت مع الشرطة. هالشي ما بيأثر علي، وما بيهمني كيف العالم بتفكر، طبعاً ما عدا بابا جلال. أساساً يا داود أنا عم أقول هذا الكلام بالضبط، ممكن جلال ما يهتم فيك مثل الأول. كل الشغلات اللي بتخليك تضل داود طارت لبعيد. أنت بتعرف أنك عم تخسر كل شيء من إيدك شغلة ورا شغلة؟ أنت شو قصدك؟ ملك. شبه ملك. داود اسمع مني، خد هالبنت وروح من هون. أنا هلأ عم حذرك. ليش هيك عم تقولي؟ ممكن تفهميني شو قصدك؟ إذا استنيت كمان شوي رح يكون الوقت تتأخر. ملك بنت حلوة ورح يكون في حواليها شباب كتير. قلي لي شو قصدك بلا لف ودوران. قصدي ملك بتحبه لكرم. بتعرف انه القطار فاتك من زمان؟ هو ما بيستنى حدا. منيح انك ما شفت المنظر اللي شفته، كان كتير بشع فوق ما تتصور. بتجاوز كل شيء، بس ما بتجاوز بابا جلال. ما بقدر، مستحيل. انت قادرة، هات قرارك. تعال عندي يا ابني لطعميك كباب. قل لي بابا انا شو بدي اعمل عندك؟
بلا ما نفتح عيون العالم علينا. صار اللي صار، قدرنا نتجاوز هذيك القصة. أنت تعالوا بس. اللي بعت الرسائل اسمه طالب، من زمان كان يشتغل مع قصي. شفنا كاميرات المراقبة من آخر محل نت استخدمه، هو بفندق منكشة. يا سامي. مور أخي حسن، عنا شغل لازم نخلصه. يلا تعال معي. يلا جاي. اسمعني منيح، بدنا ندور بكل زاوية. بس على شو لازم ندور؟ نحن عم ندور على صورة. هي موجودة هون، بس أكيد مخبية بشي محل. يا سامي اعتبر حالك كرم هلأ. يلا قلي لشوف وين رح تخبي الصورة. لو كنت محل كرم والله ما بعرف يا أخي، ما قدرت أحط حالي محله. ليش لحتى ما تقدر؟ لأنه هو مجنون. سامي أخي شوفي. بعيد. حلو 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 حلو، ملعون. هو بيعرف يختار المكان اللي لازم يخبي فيها، بس نحنا طلعنا أذكى منه. هاد الولد مين بيكون؟ قال اسم سومر وهو عم يطلع عليه. استنى شوي. مجيد، بتذكر انه كان عنده ولد تاني وكان صغير. بس مين هو مجيد؟ هالشخص بيكون أبوه لكرم. أنا عرفته لأنه كنا مسجونين سوا بهداك الوقت اللي مضى. يا أخي كان بابا جلال يخليه يلبس الرقم 10 دائما. أنتو كل ما ضليتوا ساكتين رح تعيشوا أكتر. هالشي شو بيعني؟ استنى شوي استنى. أنا متأكد أنه هداك الصبي ضاع. مجيد هو اللي قال لي، كان زعلان كتير. يا خوفي يكون كرم عم يدور على هالصبي مشان يلاقيه. اسمع أخي، أنا معك، بس في شي لازم يصير. لازم نروح ونخبر بابا جلال باللي صار. ما منقدر نخبره قبل ما نحل هاي القصة. وهلأ ضروري إنه نسبقه بخطوة لقدام. خليه يعطينا المعلومات. يلا يا أخي، لازم أرتب الغرفة ونرجعها مثل ما كانت، مش عم يحس بشي. مثل ما بدك أخي. وأول ما تخلص شغلك نزول لتحت، لأنه في محل نحن لازم نروح عليه. ماشي. عود مرتاح هيك؟
اللي يا ابني دورت على اللي اسمه طالب، قدرت تعرف وين مكانه؟ من امبارح بالليل وانا عم دور ما لقيته بنوب. بابا بدي اسالك سؤال، مين هرب البضاعه من المستودع هديك الليله؟ لازم تعرف انه رجالي موجودين بكل مكان. داود ليك بهي الفترة قررت اني بعدك عن الشغل شوي، واكيد بتعرف السبب. انت صرت مكشوف، بصماتك صارت عند الشرطة. لا تعمل معي هيك بابا، ارميني بالنار وشويني بس لا تعمل فيني هيك. انا مجبور اعمل هيك يا داود، مجبور. يوسف غير اسلوبه وبلش يلعب معنا بطريقة تانية. هذا مو يوسف القديم. بابا بترجاك اسمعني. مثل ما قلت لك بدي اياك تبعد عن الشغل، نقطة انتهى. خلاص داود. قلت انه بصمات اصابعي هي مشكلة. ومشكلة كبيرة. شوف شو رح اعمل. داود ولك انت شو عم تعمل؟ داود هلا فيني ارجع على الشغل، ما ضل في بصمات بنوب. الاصابع صارت نظيفه يا بابا. اخي لوين رايحين؟ محل ما بدنا نشوف جلال، نظره على السريع. كيفك يا بطل؟ سيدي، زلمة جلالي اللي انكشف اسمه داود عنده دقن. أه. تحريت عنه في شركات مسجلة باسمه لهذا الزلمة، وأعمال جنازة ونقل من بيت لبيت تاني، وكمان تنظيمات، يعني لحاله صار قضية. تمام يا رفيقي تمام، بس يا ريت تاني مرة تخبرني قبل ما تعمل هيك، ممكن؟ أنا بأمرك سيدي، عملت هيك لأنه المدير بيحب يشوف هالشي. تمام تمام، أنا رح خبره. تفضل. سيدي شوفي، بالنسبة للي اسمه تحسين هو حاليا برات البلد. نعرف هالشي سيدي، أنا حاسس إنه هو ورا هالموضوع. شو رأيك نتواصل مع الانتربول؟ لا تخاف، ترك موضوع الانتربول إلي وأنا بتواصل معهم. أمرك سيدي اللي بتشوفه. في شي تاني؟ برافو عليك، أنت بطل. أنا ما رح أضربك، هو اللي رح يضربك. ماجد في شي تاني؟ لا بنوب سيدي. نعم على طول بيصير معي هيك وبنسى شو بدي.
عاد انت لكان. فندق منكشي؟ وهيك يا طالب بيكون خلص وقتك. كيف هالمكان؟ بعتقد مناسب. واحد منكم رح يكون هنيك لأنه ألعيبه ما بتخلص. انتبهوا، بتمنى أنه تضلوا منتبهين. ماشي؟ أخي طالب، برأيك رح يعطيك المصاري؟ رح يعطيني، اللي بعرفه غالي كتير عليه. مرحبا يا ولد، أعطيني بياع الكباب. تفضل بابا. قلي رح تجي محل ما بقلك. طيب ماشي، أعطيني العنوان. تمام. مشي الحال، يلا نروح. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي أسألكم عن عنوان. تعمعي. تعرف هذا الولد؟ ها؟ مين هاد؟ جاوب على سؤالي. أنا ما بعرفه. طلع عليه، طلع. هذا الولد انخطف من 20 سنة، اسمه سومر. شفتوا لهذا الولد مع عصابة الأطفال؟ أنا شو دخلني بهيك قصة؟ مو أنت الحقير اللي نشر الخبر على الإنترنت؟ أحكي، شو هدفك من اللي عملته؟ اللي مو أنت اللي خطفت الولد؟ لا يا أخي، مو أنا اللي خطفت الولد. طيب اللي لشوف مين اللي خطف الولد لكان؟ آه؟ تقصد قصي؟ اللي الحقيقة، قول خلصني. ما بعرف يا أخي، بترجاك تركني بحالي. أنت ما شفته لهالولد؟ عند قصي أو حدا تاني؟ يلا جاوب، لا تخليني جن. بحلف لك يا أخي، أنا ما دخلني بقصص الخطف، أنا ما كنت معه غير آخر سنتين. أنا رح أوصك، سمعتني؟ أوس، أنا هذا اللي بعرفه، همي بكفيني وزيادة. اسمعني منيح، بدك تاخدني لعند قصي، بدك تاخدني لعنده، عم تفهم؟ قصي انقتل من 20 سنة، أوصوا عليه، بس هو بيعرف شو صار بالولاد. اللي لشوف انت شو دخلك بجلال؟ شو بدك منه؟ اللي بدي اياه مصاري. يلا احكي، ليش بتزيته بخبر على الانترنت؟ لوين بدك توصل؟ بدك تحكي، بدك تقلي، وإلا بقوصك. كنت عم ألفت انتباهه، بس الموضوع مو هيك. هو اخذ بنت من قصي. انت بتسخر علي ولك؟ بتسخر ما؟ قبل شوي كنت عم تقول انك ما بتعرف اي شيء عن الولد، بس هلا شو؟ اخي روق شوي، القصه مو هيك، هي بنت.
قلت بنت؟ هو متبني بنت. ايه؟ بتكون بنته الحقيقية، محامية. بتكون بنته الحقيقية، محامية. إما لهي البنت هربت مع حبيبة. كيف يعني؟ وكانت لساتها صغيرة، بس قدر جلال يلاقيهم بعد سنتين. هو قتل الأم وحبيبة، ما لمس البنت، عطاها لقصي مشان يربيها، وبس عرف انه هي بنته اخذها. طبعا البنت ما بتعرف شي من هالحكي، هي مفكرة انه جلال واحد منيح وساعدها. بابا أنا مهتمة بموضوع هالخبر وبدي إياه ينحل مشان مجد، يمكن يكون في عنده عائلة وبيقدر يتعرف عليها. ليك يا بنتي أنا ما فكرت بهذا الموضوع من قبل أبدا. معقول؟ ممكن؟ طبعا أنا ما عندي هيك فرصة، بس لسه في شوية أمل مشان مجد. شو؟ كيف يعني ما عندك فرصة مثل هاي؟ اسمعي أنا هلأ بلشت انزعج منك يا بنتي. ليش؟ معقول أنا ما قدرت كون أب لك كل هالفترة هي؟ الله يسامحك بابا، أنا مو هيك كان قصدي. يلا قومي معي مشان نحضر اللحمة وأكيد راح يتحسن مزاجك. يلا. لقيت طالب، سألته عن سومر بس ما بيعرفه. ما قدرت تعرف ليش نشر هذا الخبر؟ قال لي إنه عنده مشكلة مع جلال، قال لي بده منه فدية وعم يبتزه. إذا هيك القصة جلال ما رح يخلي يعيش، هاي فرصتنا. بالضبط، رح نضل نلاحقه. أكيد رح نلاحقه. يا أخي عندي سؤال، مرت أخي هون؟ أصدق خالي فتون مو؟ إيه. آه بنت حلال ليك أجت. شو هالصدفة؟ أنا هلأ كنا عم نحكي عنك يا مرت أخي، الشوربة كانت كتير طيبة، حبيتها كتير. هي مرقة دجاج؟ منيح، كل وروح من هون. فيك تفهمني ليش هيك عم تعملي معي؟ معقول نحن ما قلنا قيمة عندك يا مرت أخي؟ خطر ببالي زوجك المرحوم مجيد، إلا منمرق لعندك ومناكل شوربة. خالتي بتعرفين لهدول؟ ما دخلك، يلا روح فضي الكياس. يلا نمشي يا سامي. يلا أخي. يلا نروح. سلام، الله يعطيكم العافية. خذ مصاريك. هالمرة ما رح أخذ مصاري، بس ما عاد بدي أشوفك عندي. إذا بدك هيك خلاص عراحتك يا مرت أخي. إيه ابنك كرم بتعرف إنه بيشبه أبوه كتير، هو مجنون. قل له هالحكي أنت. يلا يلا. ليكي كنت بدي أسألك سؤال يا مرت أخي، مزبوط إنه كرم عنده أخ صغير ما بتذكر اسمه، يمكن سومر؟ إيه نعم. لشو هالسؤال؟ وقت كان مرحوم مجيد معي بالسجن قال لي انه الولد ضاع او صار معه شغله مثل هيك، فيك تقليلي شو صاير معه؟ ما قدرنا نلاقيه، اختفى بهذاك الوقت. يا مرت اخي فهمت عليكي. طبعا هو اسم المطعم سومر سميتيه على اسمه ذكرى له. باي يا اختي. يعني سومر هو الولد المفقود،
وكرم عم يدور عليه. شو رأيك انت يا سامي؟ كأنه اجى الوقت المناسب لنرمي الطعم لكرم. اللي بتشوفه اخي. اسمي طالب، بتعرفه لقصي، انا ايده اليمين. شو طلعت واحد وسخ؟ كنا نشتغل مع بعض قبل ما يموت، بعرف سر بيعرفه قصي يا جلال، كان في طفلة اخدتها منه. فهمت هلأ شو القصة؟ اسمع، عم يرن تليفونك يا بياع الكباب. انا شفته للفيديو، اكيد هالواطي عم يحكي عني؟ اكيد انت يا ابني، مين في غيرك؟ لازم تعرف اني اخذت ملك من قصي، واخذتك كمان. انت عرفت شو دخل ملك لحتى هو عم يبتزني فيها؟ طبعا صار مثل ما انا قلت لك، ضروري كتير ندفنه لطالب، هو بسابع عرض كمان. انا وانت ما لازم ينكشف امرنا، لازم ننهي هالقصة. شلون رح ننهيها؟ أنا رح ألتقي معه لهذا الواطي مشان الفدية، أنت خليك بعيد يا مجد، أنا بتصرف معه. تمام. بدك ما تواخذني بابا جلال، بدي أسأله شوية أسئلة. شوفوا منيح، اخذ غرفة عندكم، قلي لشوف شو رقمها. للأسف راح يا سيدي، صار له كم ساعة. هيك أمور حضرة المدير. تعال عندي بسرعة، عنا شغل. ماشي، تحت أمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو خطف ولد عمره 3 سنين، تخيل انه خطف ولد، دمر قلب امي ودمرني الي ودمر عيلتي كمان، حتى حياتك إلك دمرها. كرم تعال. كيفكن؟ تمام. سلامتك يا ابني، شو بها عينك؟ لا ما في شي مهم. شغلة حلوة اني اشوف الاب وبنته قاعدين مع بعض مبسوطين. كتير احيانا بهرب انا وبنتي من قدام العالم مشان ما يحزنون على المحبة اللي بيناتنا، مو هيك يا بنتي؟ طبعا بابا. وهلا اسمحي لنا شوي لانه انا وكرم عنا شغل. انا طالعة بعد شوي. الله معك يا بنتي، تعال معي. اسمعني، أنا محتاجك بهالليلة. امرني. بدنا نروح على مكان في عنا شغلة بدنا نحلها هنيك. شو هي الشغلة؟ الشغلة بتخص الخبر اللي طلع على الانترنت. بدك مني جهز أي شي بابا؟ لا، الأمور كلها جاهزة، بدي إياك تستنى مني خبر. مثل ما بدك. رح شوفك المساء؟ ماني فاضي.
ماجد تعال روح معي فورا سيدي. سليم ايه سيدي لوين؟ هلا بتشوف. بابا رايح لحالك؟ معقول تروح لحالك؟ على القليلة خدنا معك. ما في داعي. ما جبت معك أي شيء مو هيك؟ لا بابا أنت مو قلت لي ما جهز شيء؟ منيح يلا نمشي. نغير مكان اللقاء. يا ابني أنا ما بتفرق معي هاي الشغلة. أنت بس إلي وأنا بجي على المكان اللي بدك إياه. تمام فهمت عليك. نحن رح نكمل لقدام. هذا البيت. تفضل. عمين عم تدور؟ فيك تحكي يلا قلي شو بدك. لك شو عم تعمل؟ انت شو بدك؟ طلع لبرا يلا. الشنطة معك يا كرام. شو بدنا نعمل هون بابا؟ أنا بدي أشوف واحد. جلال تعال لحالك. هات أعطيني الشنطة يا كرام. أنت خليك هون لا تبين.
وينك؟ يلا اطلع. أهلين يا أبو البنت. أهلين وسهلين فيك. أنا جاي لعندك وما معي سلاح. حط الشنطة. حطه وبعد يلا. بعد. المصاري فيها؟ أنت شو بك خايف؟ هاي الشنطة في جواتها مثل ما أنت طلبت مني. القيمة اللي بتستحقها بنتي واللي أنا بقدرها موجودة بالشنطة هاي. شو هاد؟ جلال، قلت لك بلا لعب. على شو ناوي أنت؟ وين المصاري؟ مو قلت لي بالشنطة؟ أنا عملت مثل ما بدك. إذا بدك تطلع وشوف شو جواتها. أنا جبت لك شغلة كتير مهمة، وتأكد إنه هالشغلة أغلى من المصاري بكتير. جوهر ابني. يا حقير، أنا رح أوصك. طالب اهدى شوي. شو عم بيصير؟ انت لازم تهدي اعصابك. وهلأ صار في عندك خيارين، يا انت يا اما مرتك وابنك. هلأ اختار اللي بدك اياه. يلا اختار بسرعة. تركون، ما دخلون. اسمعني، إذا عملت الحركة الصحيحة هلأ تاخد عيلتك المصاري وبيعالجوا فيها ابنك، وتأكد أنه عيلتك رح تجي على قبرك وتدعي لك. أنا رح خلص عليك. تفضل. نزل هالسلاح من ايدك. من وين طلعت لنا هلا يا حضرة المدير؟ قلت لك نزل السلاح اللي حامله بايدك، ما راح اعيد كلامي ابدا. لا تطلع علي، هي كمان مفاجأة كبيرة إلي. نزل سلاحك، ما عم تسمع؟ نزل سلاحك يا غبي، نزله. طالب اسمع، تعرف كتير منيح شو بدك تعمل. اللي بيحبوك لا تخليهم يزعلوا عليك. جلال لوين رايح؟ وقف وقف، لا تقوس. نزله نزله. وقف نزله.
انت شو عم تعمل؟ نزل سلاحك يا ابني، نزله. وقف، نزل سلاحك. برافو عليك يا جلال، ما بتترك شغلك بنصه، بس للأسف تأخر الوقت. أهلين يا أولادي الحلوين، كيف الوضع؟ لهلا كله تمام، بس إنه ما أقدر أشوفكم أنتوا اتنين سوا، هذا الشيء صعب كتير. بس أنا متأكد إنه رح يجي يوم ونصير في عيلة كبيرة ونعيش جنب بعض مبسوطين. أنا متأكد إنه مصطفى رح يفرح وينبسط كتير، بس يعرف إنه عنده أخ مثلك يا ابني يا مجد. بما أنك حاسبني واحد من العيلة فهالشي بكفيني بابا. شو هالحكي هاد؟ طبعا أنت من العيلة، يعني لو كنت ابني الحقيقي ما كنت رح أحبك لهالدرجة. شكرا. كأنه لازم بلش غار؟ لا. الحمد لله انه نحن كلنا مناح وصحتنا منيحة. قصدي من هالحكي كله، لو ما اختفى طالب من حياتنا كان وقتها رح ينكشف موضوع مجد ونتبهدل. قدرنا نعرف شي عن قصة قصي بابا؟ هو عايش يعني؟ لا يا بنتي، هالكلب مات وارتحنا منه. معناها مات. أنا تفائلت مشانك، بس عرفت إنه عايش. يمكن كان فينا نعرف عيلتك من هداك الواطي. أنتوا عندكن عيلة وعيلة بتحبكن كتير، وعندكن أبوكن جلال يا أولاد، مو هيك يا مجد؟ بلى مزبوط. ما كنت آمن بالمعجزات قبل ما أتعرف عليك، كنت عايش بدون ما أعرف شو ممكن يصير بكرة. طلعت رجال منيح يا بياع الكباب. سمعتي؟ شوف شو عم يقلي هاد الولد. ليش هو شو عم بيقول؟ هو قال اللي كنت أنا بدي أقوله. أنتوا الاثنين ما بتحبوني يعني؟ يعني منحبك يعني شوي. منحبك بس شوي. بس بدي أعرف شو كنت بدي أعمل بلاكن أنتوا الاثنين. شوف يا مجد، في قصة غريبة شوي، شاغلة بالي بآخر فترة وعم فكر فيها ليل نهار يا ابني. شو هي؟ عم اسأل حالي كم واحد في بالعالم من هذا المدير اللي اسمه يوسف. يعني شو قصدك؟ قصدي هالزلمة بيطلع بوش وين ما رحت، من 20 سنة وهو عم يلاحقني وراكد وراي وحاطط راسه براسي. معناتها ما في غير أنا عم وصل له أخبارك. على فكرة مو وقت المزح هلأ يا ابني مجد. لك هذا يوسف هو مو نفسه يوسف القديم، شو صاير له لحتى عم يلاحقني وبده يمسكني بكل هالجدية؟ وين ما عم يروح ما عنده غير سيرتك. يضل يجيب سيرتي ما عندي مشكلة، بس مو يصير يلاحقني كل يوم بهالطريقة. يعني لو انتو ما كنتوا بالمستودع بهديك اللحظة كنت انا بالحبس. صحيح، ونفدنا بوقتها ولا تحسين ايشيك، وكمان كان رح يكشف البضاعة اللي كانت بالمستودع. طيب خلينا ننسى كل هالشغلات هلأ. قلي شو مش يعني مبارح؟ يعني اللي بدي افهمه، من وين عرف انه رح التقي بطالب كراج السيارات؟ في شي مو مفهوم يا مجد. لحظة،
قصدك تقول إنه في حدا عم ينقل أخبار للمدير يوسف وهو عم يدله على الطريق؟ ليش لا يا مجد؟ رح انتبه، بس بدي كمان أنت تنتبه. يوسف أسس مجموعة جديدة ومهمتها جلال دومان، لهيك انتبه. طبعاً يوسف سلم قيادة المجموعة لشخص ذكي كتير، يمكن بتعرفه. مين هو هذا الغبي؟ مجد كرداغ. بتعرفي يا بنتي إنه هذا الخبر أحلى خبر أنا بسمعه. كيفك حضرة المدير؟ تمام. طالب كان في معه اثنين، قل لي شو صار فيهم. لقون هنن اثنين مقتولين بمكان مهجور، موصينن على راسهم وزاتينن على الارض وتسكرت هي الصفحه. رجعنا ضعنا مره تانية. ليك الزلمه اللي اسمه طالب ليش بعت الايميل لاحلام؟ ما بعت لاحلام، بس بعت لكل الصحفيين، بس احلام هي الوحيده اللي ردت عليه. احكي مع هالبنت من شان ما تعيدها مره تانية. لا تخاف، انا حليت هالقصه، بس خلينا نفكر منيح المره الجايه ونحسبها صح. اذا رحت على الكراج رح يصير شغلنا صعب، ورح يشك هالمره انه في حدا جوا، ورح يصير يشك بكل اللي حواليه. وهذا اللي اسمه حسن الخد الاحمر صاير عم يعمل حركات غريبه. هالواطي راح على مطعم امي وعم يتفقد الاخبار. ترك لي هالحقير الي، بنرجع بنفهم شو قصته. مثل ما بدك. طالب ليش استفزوا بهي الطريقه؟ ما بعرف حضرة المدير، بس رح أعرف. كرم انتبه، ما يكون هالموضوع إله علاقة باللي اسمه ملك. شو خطر ببالك حضرة المدير؟ أنا حاسس إنه أنت عم تخبي عني شي يا ابني يا كرم. يعني أنت لقيت طالب وما خليته يحكي بالموضوع، صح؟ حضرة المدير هو ما حكى ولا كلمة. الزلمة قتل حاله وأنت شفت بعيونك إنه هو قوص حاله براسه. هالموضوع بيتعلق بملك يا كرم. يلا قلي الحقيقة، لما يكون الموضوع بخصها تتصرف بشكل غريب. هلا أنا ما بعرف ليش كانوا عم يبتزوه، رح حاول أعرف. ترك لي هالقصة. يلا بخاطرك. الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. صحة وعافية. أهلين يا أخي، تفضل عود معنا وشاركنا الأكل. إيه والله. يا سامي يلا روح جيب لنا كاسة شاي مشان نشربها مع الأكل وتعال. أنت الوحيد اللي ما قدرت أفهم عليك بالعالم كله يا حسن. حامل مسبحة بإيدك حقها غالي كتير، بس ما بتطلع من هدول الأماكن. بتحب هالأماكن كتير. مين عم يحكي؟ يعني بصراحة أنا بكل حياتي ما شفتك لابس ثياب أنيقة ومرتبة يا ميلاد. يعني أنا بحب إجي لهون غير جو بس، أما أنت أخي ميلاد بتحب الثياب الغريبة اللي بتشبه هدول. حطة. تفضل تفضل أخي ميلاد، أكلنا رح يعجبها كتير. وعندنا توست كمان. ليك يا سامي، لو نحن ما حكينا مع أخوك ميلاد ليجي ما كان رح يجي لحاله. شو بيعرفني يا أخي؟ أنت هيك رأيك؟ وينه كرم؟ ما عم شوفه ولا نحن عم نشوفه. بصراحة هو مشغول كتير هالفترة. شو هو اللي شغله؟ يعني شوفير وشغلات تانية. بيروح بيزور أمه، بيزورها كل فترة يطمن عليها. بصراحة هو شب قد حاله. أحسن شغلة سواها بابا جلال هي أنه شغل هذا الشاب تحت إيده. أنت هيك رأيك؟ تماما. يا سامي يلا روح اسلق لنا بيض مشان ناكل. بتحب البيض؟ بتحبه؟ يلا روح. Thank you.
بتشرب؟ لا يسلم، موجع عبالي. منيح، انت قادرة. جبت لك هدية. عجبتك؟ حلوة كتير. شكراً، عزبتي حالك. بدي شوفها دائماً بإيدك. بشلحها بمكان ما بتشوفيني فيه. يلا فوت عود، في موضوع مهم بدي أحكي معك فيه. شوفي، ريم شافتنا هداك اليوم. ما بعرف إذا رح تقوله لبابا جلال. هالشي مو منيح لنا. بعرف كرم. اسمعيني شوي، من بعد عن بعضنا هي الفترة إذا أنت بدك، وما منلتقي. عن جد عم تحكي؟ يعني عأساس الحب ما بينعاش مع الخوف. قصدي بهالطريقة بنحمي حالنا. مالك، أنا فيني أسألك سؤال؟ طبعاً اسألني شو ما بدك. لما انتشر هداك الخبر عن نيت، الخبر تبع أطفال الشوارع، بوقتها أنت تضايقتي كتير. شو اللي خلاكي تضايقي؟ انسى، هي قصة قديمة، وأنا تضايقت بهديك اللحظة بس. أنت وقعتي بين إيدين هالزلمة؟ كانت أيام صعبة كتير كرم. أخي صار فيه مثل اللي صار فيكي، سومر. إيه صحيح، تذكرت. اختفى من البيت وعمره 3 سنين، وبعدين الشرطة جابت لنا قميصه مليان دم. بس بصراحة كنت متفائل إنه سومر لسه عايش. بدي أسألك سؤال هلأ، هاد كتير مهم بالنسبة لي أكتر من ما بتتوقعي. السؤال هو، ممكن تكوني شفتي أخي أو كنتي عايشة معه؟ لا كرم، تعرف يا ريت فيني أقول إيه، بس هذا الولد أنا بحياتي مو شايفته. أنت متأكدة؟ متأكدة، لأنه يا كرم لما كنت بالشارع ما كنت شوف ولاد صغار هالقد. أنا آسفة. يمكن عم تقولي لحالك هلأ قديش هذا الزلمة غبي، هو مفكر إني بعرف كل ولد كان عايش بالشارع.
شو هالامتحان هاد؟ أنا على علاقة مع بنته لجلال؟ شو عم بيصير؟ مرحبا. 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 صحة وعافية. على قلبك شكرا. على قلبك شكرا. شكرا يا ابني. بابا فينا نحكي شوي؟ أنا متضايق. خير؟ شو بك يا ميلاد؟ في قصة غريبة شوي يا بابا. طيب يلا تعالوا عود جنبي يا ميلاد الغريب. قل لي شو اللي مخليك تتضايق يا ابني؟ احكي لي شو هي مشكلتك بالضبط؟ نحن عم نتحرك كتير بالفترة الأخيرة وما صارت معنا مصيبة كبيرة مثل هاي من قبل، يعني وبكل مرة كنا ننفض بآخر لحظة. يلا اختصر واحكي لي اللي بدك تقوله بدون مقدمات. كرم، ايه وشو بو كرم؟ قصدي من لما دخل هالزلمة لهون والمصايب كترت علينا يا بابا. في شي بتعرفه بدك تقوله؟ عندي إحساس. رجع الشريط لورا وشوف أنت كمان. مثلاً قصة عمر، كانت هاي القصة رح تنتهي بشكل كتير بسيط، ولما إجا كرم لهون كبرت القصة كتير. تتذكر شو قال داود؟ كيف هرب منك؟ ما بتعرف إنه رح يعملنا مشكلة؟ مو مني بابا، كرم اللي خلاه يفلت من بين إيديه. ومثلاً قصة جهاز التنصت كمان، صار في جهاز تشويش للإشارة فجأة. شو صار له هاد؟ كمل حكي يا بابا. ايه تفضل، يلا احكي اللي عندك. طيب رح كمل حكي. مع انك خليت يوسف يفتح الشمسية، شو يلي صار لحتى اجى على المستودع على مكان البضاعة؟ شو هالجلال؟ ما حدا يتحرك. يلا نزلوا استحكم على السريع. ما حدا يتحرك. رجع. اطلع على هالشمسية يا جلال بياع الكباب، قلتك بتفتح ولا لا؟ وخلينا نحكي عن امبارحة يا بابا. احكي، يلا احكي كل شي عندك كمان يا ميلاد. نزل سلاحك من ايدك. من وين طلعت لنا هلا يا حضرة المدير؟ انا هيك حاسس يا بابا، حبيت خبرك مشان تعرف انت كمان. يعني قصدك تقول انه كرم ورا كل اللي صار؟ اللي مو هيك قصدك تقول؟ بابا انا ما عندي دليل يثبت انه كرم ورا كل اللي صار معنا، بس لما بفكر بكل شي صار معنا بوجوده، ليش لحتى كذب عليك؟ بتوتر كتير. كل ما شفت هالزلمة هون، يعني جوات بيتك جم مرتك، وخاصة بس شوفه جم مصطفى بنزعج كتير، وما بعرف شو بيصر لي يا بابا. شو هاد اللي عم يصير؟
صار لي كم يوم عمول إنه هذا يوسف مو مثل يوسف القديم اللي بعرفه. معك حق باللي قلته يا ميلاد. يعني معقولة كرم عم يخبر يوسف عنا؟ إيه، بس اللي بعرفه إنه هذا كرم كان حاقد على يوسف من زمان، يعني هو انحط بالسجن بسببه. اللي شو تفسير هالشي يا ميلاد؟ بابا، أصلاً هو هذا الشي الوحيد يلي مخليني أسكت يا بابا، وإلا وبدون ما أخذ الإذن منك كنت رح أقتله بهذا السيخ. بابا، أنت بس عطيني الإذن لحط إيدي بهالموضوع ونحله وأنا بخفي عن الوجود. تمام يا ميلاد، اعمل بتلاقي مناسب. باللحظة اللي أنت بتتأكد فيها من هالشي اللي قلته من شوي رح قرر العقاب اللي رح نعاقبه إياه، وما في غيرك رح ينفذه. العقاب إنه ما رح تخليه عايش وتقتله مسيخ.